السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صلاح حامد، وأنا اليوم بين 2260 بلاي ستيشن 3 مشبوكين كلهم مع بعض عشان يعملوا كمبيوتر واحد اللي هو أقوى كمبيوتر في الأردن. خلينا نعرفكم عليه بهالفيديو. قبل ما نحكي عن الجهاز خليني أترككم مع مدير المشروع علشان يحكي لكم تفاصيل أكثر عن إيمان واحد، وبعدين برجع لكم. أنا زيد أبو دايم مدير مشروع إيمان وان سوبر كمبيوتر، وهو أول وأسرع سوبر كمبيوتر أردني. فكرة هذا المشروع أتت من صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، الذي ارتأى أنه حان الوقت لدخول الأردن في مجال صناعة الحوسبة فائقة الأداء لتثبيت وتعزيز مكانة الأردن كرائد في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في منطقة الشرق الأوسط. إيمان واحد هو عبارة عن زي ما حكيت لكم حاسوب عملاق مكون من آلاف أجهزة الحاسوب، namely PlayStation 3 devices، مشبوكة معا على شبكة ألياف ضوئية فائقة السرعة، وتعمل معا كوحدة واحدة، وهي قادرة على أداء 25 تريليون معادلة حسابية معقدة في الثانية. يعني في عنا في إيمان واحد فوق 18,000 كور، عنا 2260 PlayStation 3 devices مشبوكين معا يعملوا معا كوحدة واحدة. المشروع الآن تحت مظلة هيئة الطاقة الذرية الأردنية ومركز ضوء السينكترون للأبحاث للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في منطقة الشرق الأوسط لتلبية احتياجاتهم من الحوسبة فائقة الأداء، وهو أيضا متاح كأداة بحث وتطوير علمي لجميع الجامعات والمؤسسات الأردنية لتعزيز البحث العلمي في مجالات العلوم والطب والهندسة. عشان نعطيكم فكرة عن قدرة المعالجة في إيمان واحد، خلينا نقرب لكم إياه في إشي الكل بيعرفه: تليفونات. فلو بدنا نقارن كمية المعلومات المعالجة في ثانية واحدة بإيمان واحد مقارنة في التليفونات، راح يساوي الموضوع 120 ألف آيفون 6 أو 90 ألف نكسس 5 أو 50 ألف نوت 4. فالجهاز يستخدم بشكل رئيسي للأغراض العلمية، ولكن افترض أنه بدك تلعب عليه ألعاب، الجهاز ما راح يكون عنده مشكلة أنه يشغل أي لعبة بتخطر عبالك، إن كان صدرت الآن أو حتى صدرت كمان 10 سنين، يعني Call of Duty Warfare ولا Call of Duty 77. هاي كانت نظرة سريعة على إيمان واحد. إذا كنت حاب تعرف أكثر عن المشروع ما تنسى تزور الرابط الموجود الآن على الشاشة، وإن شاء الله يكون الفيديو عجبك، ما تنسى تعمل له لايك وشير، وإذا ما كنت مشترك في القناة اشترك، لأنه بنزل دائما فيديوهات بشكل أسبوعي. كان معك صلاح حامد، في أمان الله.